ده رود M2 هاند هيلد كوندنسر مايكروفون، أرخص كوندنسر مايكروفون لتسجيل التلاوات في الصلاة. كوندنسر يعني حساسيته ودقته أعلى من الديناميك مايكروفونز، وبالتالي فهو مناسب للميزانيات المنخفضة أو المتوسطة. ومن مميزاته حسن صوته، ومن عيوبه الاقتراب منه بيملى البروكسيميتي افكت شوية. الإمام المصري بيحب يلتصق بالمايكروفون، وده بيخلي الصوت يملى بيز، بمعنى ان الترددات المنخفضة تزيد جدا، وده بيكتم الصوت شوية ويجعل التسجيل مليان بيز ومحتاج يتعالج. والافضل دايما ان التسجيل اصلا يبقى منضبط. فمن ضمن الحلول اللي انت ممكن تعملها لو الامام مش عايز يغير سلوكه بالالتصاق في المايكروفون، انك تبعد له الويند سكرين دي كده شوية بحيث يلتصق، وفي نفس الوقت يكون بعيد حوالي 3 سنتيمتر عن الميكروفون. وطبعا بالنسبة للتسجيل تستطيع انك تستخدم حرف الواي ده المقسم، ده فردة تروح للتسجيل والفردة الاخرى تروح لأجهزة المسجد. والسلام عليكم.